للتحويل الفوري إلى حساب أي بنك آخر في السلطنة عبر تطبيق بنك الظفار. قم بتسجيل الدخول إلى التطبيق بإدخال اسم المستخدم وكلمة سر الدخول، ثم قم باختيار التحويل الفوري من قائمة التحويل. بعدها قم بإضافة المستفيد باختيار نوع الحساب وإدخال رقم البطاقة الصراف الآلي واسم المستفيد، وتأكد من صحة حساب المستفيد، ثم اضغط على إضافة. سيصلك الرقم السري لمرة واحدة عبر الرسالة النصية. قم بإدخال الرقم ثم الرقم السري للمعاملة، وذلك للتأكيد على المستفيد. بعدها قم باختيار المستفيد ثم حدد المبلغ وأكمل المعاملة بالضغط على تحويل، ثم إدخال كلمة سر المعاملة، وسيتم تحويل المبلغ فوراً.